في البداية أحب أشكر جمعية الطلبة اللي أعطتني الفرصة أني أكون اليوم معاكم وأشارككم فرحتكم. أحب أهني كل الطلبة المتفوقين وأخص بالتهنئة طلبتي طلبة العلاج الطبيعي. طبعا النجاح لحظات النجاح حلوة، لكن لما يرافق النجاح تفوق أكيد الفرحة بتكون مضاعفة. أنتوا تعبتوا واجتهدتوا، وأكيد ما في نجاح من غير جهد ولا في تفوق من غير تعب، لكن كل التعب هذا ننساه لحظة ما نشوف النتيجة. بهالمناسبة أكيد ما ننسى إن إحنا نبارك حق أولياء أموركم، أكيد اللي بدونهم ما كنتوا اليوم هني موجودين. أكيد هم هيئوا لكم البيئة المناسبة، أكيد وقفوا معاكم وساعدوكم وخلوكم توصلون للي أنتوا فيه. مرة ثانية أبارك لكم، وإن شاء الله تواصلون تميزكم ومن تفوق إلى تفوق، وإن شاء الله نشوفكم بأعلى المراحل. أحب أهني طلبة الميديكال لاب ساينسز على تفوقهم، وهذا ثمرة نجاحهم وثمرة صبرهم، وأتمنى لهم بالتوفيق في حياتهم إن شاء الله، ونشوفهم مو هالسنة متفوقين، وكل سنة نشوفهم متفوقين. هذيل إن شاء الله معظمهم راح يكونون علماء المستقبل، راح يفيدوننا ويفيدون المجتمع ويفيدون بلدهم إن شاء الله، ويرفعون رأس أهلهم، وأتمنى لهم كل التوفيق، وإحنا معهم إن شاء الله لآخر المطاف. بسم الله الرحمن الرحيم، وياكم الدكتور فهد مانع. أول شيء حبيت أبارك حق طلبتنا طلبة العلاج المهني، وأقول أول شيء ألف ألف مبروك ومنها الأعلى إن شاء الله. وطبعا هالتفوق ماية يعني من فراغ، ماية إلا من تعب وجهد، وهي طبعا ما نطمح بثلاث نقاط، نطمح إن شاء الله ثلاث نقاط وفوق، يعني 3.9 3.8 فوق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله على الجميع. أول شيء أحب أني أشكر الجمعية على استضافتي لإلقاء كلمة بخصوص الطلبة المتفوقين. أقول للطلبة جميع المتفوقين ألف مبروك تفوقكم، وأخص بالذكر طلبة الأشعة بفرعيها التشخيصي والنووي، وبالنيابة عنهم أهدي هذا التفوق إلى أساتذتهم في القسم وإلى أهاليهم وإلى إدارة الجامعة وإدارة الكلية متمثلة بعميدها ومساعدينا اللي هم وفروا لهم الجو الأكاديمي لكي ينهلوا من العلم. وأقول لهم إن هذا بداية المشوار، خلي تفوقكم دائما مستمر في حياتكم العلمية والعملية. والكويت أعطتكم وايد، والحين الوقت اللي انتم تبدون الجميل حق الكويت، والكويت تستاهل، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. أتقدم بالتهنئة إلى طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية، وعلى الأخص قسم إدارة المعلومات الصحية، على تفوقهم وتميزهم اليوم، وهذا اليوم أنتم قاعدين تحصدون ثمار تعبكم وجهدكم، فأتمنى من الله التوفيق ومنها الأعلى. شكرا. رحيم، أحب أهني جميع الطلبة والطالبات، أنا ما عندي مساكين طلبة، كلهم طالبات لما ندر، على تفوقهم، وأتمنى أن يكون متفوقين دائما طول سنين الدراسة لما يتخرجون. وهذا التفوق ما جاء من فراغ، أكيد وراء جهود جبارة بذلها الطالب وبذلوها أيضا أساتذتهم الكرام اللي وصلوهم لهذا التفوق، وأكيد أيضا مجهود الأسرة اللي وفرت لهم الجو المناسب للتفوق. تهانينا للجميع، وإن شاء الله دائما يكون التفوق شعاركم، وهذا يكون إن شاء الله حافز للآخرين، هذا الحفل يعني يكون حافز للآخرين يتفوقون، والمتفوقين يستمرون في تفوقهم. بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير.